طب انا هقول لك على حاجه، مش احنا لسه كنا اول امبارح بنتكلم على التلسكوب الجديد وهو الاول من نوعه في افريقيا والشرق الاوسط، صح؟ طيب تعال النهارده اقول لك، واطلاق القمر الصناعي حورس 2 مصر والصين من قاعده شمال غرب الصين. امجاد يا مصر امجاد. دكتور خالد يوسف كامل، وكيل كليه الملاحه وتكنولوجيا الفضاء بجامعه بني سويف، اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ اهلا وسهلا استاذ مصطفى. فندم احنا اسعد والله وسعداء بسماع صوت حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. ايه القمر الصناعي حورس 2 ده يا فندم؟ الحقيقه القمر الصناعي حورس 2 ده تحول، يمكن فيها دي كان حورس 1 من ايام او اسابيع. احنا مصر بتشهد تحول حقيقي النهارده في موضوع الفضاء. احنا عندنا كانت اقصى امانينا من 15 20 سنه ان احنا نطلق قمر بيعمل بث اذاعي، بيعمل زي نايسات وخلافه. النهارده احنا دخلنا في مجال اقمار او جيل من الاقمار، احنا بنسميها اقمار الاستشعار من البعد. وده هو موضوع حورس بصفه عامه واحده او اتنين، لانه اقمار الاستشعار هي تعتبر اقمار هدفها اقتصادي في المقام الاول. فالاقمار الصناعيه ما عادتش زي زمان اقمار، او مجال الفضاء زمان كان مجال لاكجيريوس احنا بنسميه، يعني مجال بيهدف الى الترفيه. لا، النهارده بقى مجال يعني عاكس بشكل مباشر على اقتصاديات الدول. ازاي يا فندم؟ اللي احنا بدانا فيه النهارده ده هو من الاقمار من النوع ده. طب اشرح لي الحته دي بعد اذن سيادتك يا دكتور. احنا النهارده برامج التنميه المستدامه للدول، طبعا حضرتك عارف ان الامم المتحده محدده 17 هدف من اهداف التنميه المستدامه، منها التوسع في انتاج الطعام، التوسع الزراعي، ملفات المياه ومقدرات الدول. النوع ده من التوسع، طبعا جزء كبير جدا من الاقتصاد النهارده في اي دوله مرتبط بمقدرات الدوله من ما تحتوي ارضها، من الحياه الجوفيه، من انها تقدر تفهم او تعرف تفاصيل ما على الارض او ما بتحت الارض. حلو. اقمار الاستشعار هي اقمار بتستخدم في هذا التطبيق. هي اقمار بتقدر تبقى مثبت على متنها كاميرات عاليه الدقه، تقدر تشوف مجالات تردديه مش زي الكاميرا اللي بنستخدمها على الارض، يعني مش زي الكاميرات الارضيه، لا الكاميرا دي مثبت عليها بتشوف الاطياف الضوئيه والغير ضوئيه، بتشوف المجالات اللي تحت الحمراء، الثيرمال وهكذا، فبتقدر تدي تصور للي موجود تحت الارض اللي هي بتعمل لها استكشاف. فتقدر تشوف مثلا الووتر لوجينج للمياه الجوفيه، بتقدر تشوف الاستثمار ومعدلات الاستثمار في المجالات الزراعيه والاراضي الزراعيه، تقدر تحكم مجالات التعدي على الاراضي الزراعيه، بتقدر تشوف زي الموضوع اللي احنا قابلنا من سنه او سنتين في موضوع نحر الشواطئ مثلا. ايوه، فنقدر نستخدمه في تفسير نحر الشواطئ والظواهر المصاحبه لنحر الشواطئ واختلافات منسوب المياه وتاثرات الاحتباس الحراري. فكل دي مجالات، هل هي مجالات التنميه المستدامه. هل في نطاق تكنولوجيا هذا النوع من الاقمار انه يقول لي انواع المعادن او الموارد الطبيعيه اللي موجوده عندي؟ طبعا، لان كل معدن بيبقى ليه حاجه اسمها بصمه طيفيه. كل معدن، فمركبات المعادن اللي موجوده في التربه احنا باستخدام الانواع دي من الكاميرات، لو احنا الكاميرا كشفت عن البصمه الطيفيه زي البصمه اللي كل بني ادم في الارض عنده بصمه في ايديه بتبين الشخص ده من غيره. كمان المعدن له بصمه طيفيه، لو انا القيت عليه ضوء المنعكس من الضوء ده بيديني البصمه الطيفيه بتاعه المعدن، هيديني الطول الموجي بتاع اللون. وبالتالي اقدر اعرف منه نوعيه المعدن بالظبط، وعلى حسب الكثافه بتاعه الطول الموجي هقدر احدد كميات المعادن الموجوده. بتديني استيميشن او تنبؤ بالكميات اللي موجوده من المعدن في الابد. والمعدن ده يشمل بقى جميع انواع المعادن، وبيشمل الصخور الثمينه، وبيشمل الرخام وما شابه ذلك، ويقدر يميز ده كمان. ده شيء رائع جدا جدا جدا. أفدتنا يا دكتور، كل الشكر ليك بجد، يعني أفدتنا كلنا عموما كفريق عمل برنامج وكمشاهدين. كل الشكر دكتور خالد يوسف كامل، وكيل كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف.